انجاب ثلاثي درجات نية مفخخة في حي الصحية خلمنا الحكام يوقع أضرارا مادية في ممتلكات المدنيين. مقتل 8 مدنيين إثر قصف جوي لقوات النظام استهدف مدينة جسر الشغور بريف إبربي. منظمة حظ الأسكي مية تركي الوثيقة الجديدة لديها اتسامة خيرة دور سوريا. الفريق سيحقق في أنباء حول وقوع 9 هجمات أحدها في مدينة دوما. فصائل الثوار تعلن تدمير عربة بي ام بي ودبابة لقوات النظام ومقتل وجرح عشرات العناصر من قوات النظام في المعارك الجارية على جبهات الحماميات بريف حما الشمالية. المحكمة العليا التركية تصادق على قرار الحكم بالسجن المؤبد المشدد مرتين والسجن 72 عاما على تركيين أقدما على اغتصاب امرأة سورية حامل قبل قتلها مع رضيعها في ولاية سكاريا شمال تركيا قبل عامين. الحكومة البريطانية تعبر عن قلقها من محاولة إيران اعتراض إحدى سفنها في مضيق هرمز وحصول البريطانية على أخذ التوقيع. استقرار في سعر صرف الليرة السورية لتسجل 585 ليرة مقابل الدولار و659 يورو و103 ليرة مقابل الليرة التركية.